صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل، وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا، صباح حسن الظن بالله، صباح البركة، صباح الخير، صباح أكلات زمان، صباح أمهاتنا، صباح حلوة على ستاتنا، صباح اللمة الحلوة، صباح لمة العيلة. لمة العيلة أنا قلت قبل كده 100 مرة إن لمة العيلة بتتجمع على أكلة مش كتير قوي بيعملوها على طول، يعني مثلا زي الممبار، زي الكوارع، زي السمك، زي المحشي، الحاجات دي بتبقى في اللمة ليها طعم تاني خالص وحاجة تانية مختلفة. النهاردة قلت هنعمل حاجة عن الكوارع. الصوت يا شباب حمدي، حمدي النهاردة هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل مهرجان كوارع، كل حاجة تتعمل بالكوارع. هنعمل فتة كوارع، وهنشوف شوربة البهاريز بتتعمل ازاي، هنعمل الفتة بتاعت الكوارع نفسها، ونشوف ايه التكات اللي بنعملها في الرز او الصلصة علشان تطلع مميزة. هنعمل كمان كوارع بالحمص بالصلصة في الفرن، وهنعمل كمان ان شاء الله طاجن كوارع بورق العنب. كل ده بإذن الله هنعمله مع بعض النهاردة. ايدك معانا يا رب، وان شاء الله تطلع حلقة على يعني عند حسن ظنكم بإذن الله. طيب قبل ما نبدأ في اي حاجة، زي ما انتم شايفين كده في مصمط في السيده كده، جلاليب البلدي، الابرون، بس هما بيبقوا لابسينه ابيض، انا لابساه اسود عشان هو ده بتاعي. تحسوا كده ان هما بيبقوا واقفين بيشفوا كده ويرفوا، بينطقوا من النظافه. الادوات والحاجه اللي هما بيعملوا فيها الاستانلس اللي بيبرق، تشوفوا وشكوا فيه، دي المصامت اللي ينفع ان احنا ناكل فيها. لكن المصامت التانية اللي هي تحس ان في دبان ملموم، في البني ادم نفسه اللي واقف بيشتغل، الله يصلح حالهم طبعا، هدومه مش نضيفه، عليها بقعه دم، عليها بقعه صلصه، بقعه زيت، بقعه سمنه، تحسوا ان انا بقفل من الشخصيات دي. هو طبعا ربنا يرزقهم وكل حاجه، بس الاكل نفس، والاكل عين قبل بق، فلازم الحاجه تبقى بتتعمل وهي بتبرق علشان تفتح نفسنا على الاكل. ده اللي هنعمله النهارده. الاكله دي بالاخص انا عن نفسي كانونه، يعني اعوذ بالله من كلمه، انا ما بعرفش اكلها بره خالص. ليه؟ عشان دي اكله مزاج، لازم بعملها في البيت بمزاج كده عشان ابقى شايفه كل حاجه، نظافتها، سلقها، الادوات اللي معموله فيها، كل حاجه. هنبدا في حلقتنا النهارده، وهنتكلم من اول سلق الكوارع ومن اول شراها لحد ما تتقدم بصحتين وعافيه على قلبك يا رب. طبعا في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما على ارقامنا اللي بتظهر على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0909710، ومن اي موبايل على 1710، والارقام الدوليه بتظهر ان شاء الله قدامكم، هستنى اتصالاتكم ان شاء الله. طيب نبدا كده عشان البلاد العربيه برضو تبقى عارفه احنا بنتكلم عن ايه. بتكلم عن الكوارع، هاجي اروح عند الجزار. هي الحاجات دي لازم بنوصي عليها الجزار من قبلها، لان بيبقى عليها طلب، ولازم ان هو بيكون حاجز الحاجات ديت. ما بتبقاش ان انت تروحي عند الجزار تقولي اصلا انا عايزه فرده الكارع دي، الا اذا كان بقى انت في مكان زي المذبح كده، فكل الجزارين بيبقى عندهم في اي وقت. لكن انت لو ليكي جزار معين بتتعاملي معاه، بتأمني عليه وبتقولي له مثلا انا عايزه فرده كارع. مواصفات الكارع اللي لازم تجيبيها وتكون كويسه، واحد يكون امامي، الذبيحه في رجول اماميه وفي رجول ورانيه، هاتوا دايما الامامي عشان نفسنا، حتى الخلفيه او الرجول اللي ورا مش وحشه برضو، في ناس بتاكلها، بس انا بتكلم على وسواس النظافه شويه. انا بحب الفرده الاماميه، فرده الكارع الامامي بحبها بصراحه تكون بيضه، ما تكونش سودا، لان الشعر الاسود مهما تنضف وعند الجزارين بالطرق بتاعتهم برضو بتحس ان الجلد بتاع الكوارع او اللحم بتاعها برضو فيه نقط سودا كده، بتبقى مغمقه الكارع نفسه. يبقى الفرد امامي يكون نظيفه كويس جدا، تمام، يبقى من جزار مضمون، ده اهم حاجه، ده اهم حاجه. طيب جبنا الكوارع، خدناها من الجزار، هو مكسرها وشققها، ويا دوب بس عايزين بقى نغسلها. جبتها من عند الجزار، شايفه ان في مثلا شعر بسيط كده على الحرف الضافر من تحت، ده ما بيتشالش من عند الجزارين، لازم انت اللي بتشيليه عندك من البيت. في ناس بتروح ماسكه الولاعه او تشعوطها على نار البوتاجاز، وده مش صح. ليه؟ حته ان انت تشغلي الولاعه عشان تشعوطي الشعر اللي حرف الضافر دوت او تعمليها على البوتاجاز، ده بيخلي الكارع بتاعنا يسود،
وينقط نقط بني وسودة كده، دي ما بتبقاش حلو. طب انسب طريقه ان انا اعمل بيها الموضوع دوت ايه، او انضف الشعر الرفيع دوت ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده وبقولها للمره المليون، بنجيب مكنه الحلاقه من عند الصيدليه او من عند السوبر ماركت او ايا كان هتجيبوها منين، بس تكون نظيفه طبعا ما استخدمتش قبل كده. وبنبدا ان احنا نمسك الضافر ونشيل الشعر الصغير الرفيع دوت اللي بيبقى موجود، بيبقى حاجات بسيطه قوي بس لما بتستوي بيبقى بيضايق في المنظر وفي الاكل كمان، فنشيلها بمكنه الحلاقه وخلاص احنا كده نضفناها زي الفل. طب نيجي نغسلها بقى بوله، اول ما جبناها من عند الجزار كده او طبق غويط بلاستيك او ايا كان هتحطي في ايه، بتحطيها وما بجيش جنبها بميه، بروح حط عليها كوبايتين ثلاثه دقيق وادعكها كويس قوي بالدقيق واسيبها على جنب حوالي نص ساعه ساعه كده حسب الوقت المتاح بالنسبه لي. سبتها الدقيق بدا ان هو شايفه ان هو بدا ينشف عليها، اروح قاعده بقى كده على واقفه قدام الحوض كده او قاعده كده على كرسي قدام الحوض، واروح فاتحه الحنفيه ميه جاريه خالص، وامسك حته حته من الكوارع تحت الحنفيه وابدا ان انا ادعك بايدي واشيل كل الدقيق دوت علشان تبقى بيضه زي الفل، تبقى بتبرق كده قشطه في ايديا، واكون ماسكه طبق تاني فيه ميه نظيفه واكون حاطه فيه شويه ملح وشويه ميه وانقحهم فيها، يعني اغسل من الدقيق تحت الحنفيه وابدا ان انا احط في الطبق اللي جنب اللي فيه ميه وملح. خلصت كده غسيل الكوارع وحطيتها في ميه وملح 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده امسكها اصفها تاني من الملح واحطها في مصفى تتصفى، هتلاقوا لونها كده مبيد على مدي على بينك شويه كده، لونه وردي، لونها في منتهى الجمال. نيجي بقى لمرحله السليق، عندي حلة بريستو كان بيها يبقى الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، بحط فيها المية ومن جوه من الحلة بيبقى فيه علامة كده ما ينفعش ان انا اعدي المية عليها بعد ما احط الكوارع، بحط المية، بحط ايه في السليق لو انا عندي حلة بريستو، بحط ايه في السليق؟ طماطمية مكعبات، جزرة شرايح مكعبات من المرقة، وبحط كمان لورا بودر وحبهان بودر، ما بحطش اكتر من كده، ما نحطش ملح عشان ما يوقفش تسوية الكوارع، ما بحطش فلفل اسود عشان ما يغمقليش الشوربه ويغمق لي الكوارع من الاول. الفلفل الاسود بحطه امتى؟ بعد ما بتستوي خالص وتتسلق ابدا احط الفلفل الاسود، لكن طول ما هي ما بتستوي ما احطلهاش ملح. حد هيقول لي طب ما هي مكعبات المرقه فيها ملح، بس ما بيبقاش زي الملح الابيض بتاعنا. الملح الابيض بتاعنا ده هيوقف تسويه الحاجه وهيوقف تسويه الكوارع، فنخليه للاخر خالص. طب يا نونا انا ما عنديش حله بريستو وربنا ما كرمنيش لسه ان انا اجيب واحده وعندي حله عاديه، اعمل ايه؟ ولا اي حاجه خالص، موضوع بسيط. بنجيب حله على النار فيها ميه من الحنفيه مش مغليه، ميه من الحنفيه مش مغليه، وهقول لكم السبب ليه دلوقتي. حطيت الحله على النار ورحت حاطه فيها الكوارع اللي انا غسلاها زي الفل وبدات ان هي تغلي. لما تبدا ان هي تغلي بتطلع، لو انا مش غسلها كويس وعندي وسواس مثلا 1% ان هي مش نظيفه، وهي بتغلي بتبدا لو فيها كوارع اي زفاره بتبدا تطلعها على الوش، هي خلاص بدات ان هي تطلع الزفاره اللي فيها، خدت غلوه واحده رحت شايلاها من الميه دي وعامله بقى ميه نظيفه اللي هي الشوربه اللي احنا هنشربها. خدت الغلوه رميت الميه، خدت الكوارع بتاعتي على جنب وابدا اغلي بقى ميه للسلق بتاع الكوارع، برده ميه مغليه فيها طماطم وجزر وكعبات مرقه لورا بودر وحبهان بودر، واحط فيها الكوارع واروح مغطيها. خدت غلوتين ابدا اهدي النار، ولو انت ما عندكيش حله بريستو يفضل تعملي الكوارع قبلها بيوم. لو خدتيها غلوتين من بالليل وغطيتي وكمرتي الغطا بتاعها وكتمتيها كويس قوي وقفلتي عليها من بالليل، هتقومي الصبح تلاقيها دايبه، السخونيه بتاعت الحله والكتمه بتاعتها هتسويها لك بسرعه. تمام كده؟ كده خلصنا سلق الكوارع، انا حطها في الحله البريستو ومش هفتح عليها دلوقتي، يعني هديها 10 دقائق ربع ساعه كده كمان وبعد كده اقفل الحله البريستو. طيب الناس اللي عندها حله بريستو وما بتعرفش تستخدمها ازاي، الحله بتاعتنا اهي طول ما هي بتغلي انا ما ينفعش ان انا افتح الغطا ده اللي هو ال 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 زرار الامان بتاعها دوت اللي هو ده، طول ما هي لسه النار شغاله عليها ما اقدرش افتح دوت. ليه؟ علشان مجرد ما افتحه هبدا الاقي بخار بيطلع كتير قوي وبيطلع بميه، هيعمل لي في السقف بتاع المطبخ ويعمل لي السيراميك وينزل الميه على البوتاجاز والحله، وده مش صح. طب ايه الصح بتاعها عشان اجي افتحها؟ بروح قافلة عليها النار او اشيلها من على العين خالص واروح سايباها لما تهدى، لما البخار ده يبطل يطلع اروح فاتحه زرار الامان بتاعها. الحله نفسها الغطا بتاعها مش هيتفتح طول ما زرار الامان ده ما اتفتحش. بيتفتح ليه؟ علشان اطلع البخار منها وابدا يتفتح بكل سهوله، ده للناس اللي عندها حله بريستو. طيب اتكلمنا كتير عن سلق الكوارع وعن ازاي ان احنا نشتريها وازاي ان احنا ننضفها.
سلقنا الكوارع الحمد لله على النار. نيجي بقى دلوقتي نعمل الفته بتاعت الكوارع بتاعتنا. اساس الفته صلصه، هي اللي بتميز طعم الفته بتاعتي عن طعم الفته بتاعت جارتنا او اختي. طيب الصلصه بتاعتنا بتاعت الفته هتنزل مقاديرها على الشاشه دلوقتي، وهي مقاديرها سهله وبسيطه جدا. مقادير، نقول مقادير الفته كلها عينيا الاثنين، يلا بينا تنزل على الشاشه دلوقتي. فتت الكوارع، عايزه كوارع ماشي، كوارع مخليه دي، بس انا لسه هخلي اللي عندي كوارع. عندي 3 كوبايات رز مصري، 4 كوبايات 4 معالق كبار من الزيت، 4 رغيف عيش بلدي مكعبات بالشكل ده، وهقول لكم حمرته ازاي واقول لكم عملنا فيه ايه عشان برضو يدي تطعيمه مميزه. ومعايا ملح، والصلصه بتاعت الفته بقى عندي 3 كيلو طماطم مسلوقه. ليه 3 كيلو مش كتير؟ لا مش كتير، لان احنا عارفين ان مثلا ابني بيحب الرز على صلصه لوحده، ابني التاني بيحب مثلا الفته كامله، فحته الصلصه ديت لازم تبقى كتيره عشان ما نجيش في نص الفته ونقول الصلصه خلصت. صلصه الفته عايزه 3 كيلو طماطم مسلوقه، بنقشرها كويس قوي وبعد كده بضربها في الخلاط علشان تبقى متسبكه وما تاخدش وقت مني على النار وبعد ما تشطها بالتومه. طيب معايا ايه كمان؟ معلقتين كبار توم مفروم، زيت وزبده، خل، ملح، فلفل اسود. هي وقعت فعلا. ادي الصلصه بتاعتنا، طماطم، ثوم، زبده وزيت وخل وملح وفلفل اسود. طشه الفته بقى بتاعتنا عباره عن ايه؟ نفس النظام، زبده، ويفضل ان هي تكون سمنه كمان من الزبده عشان تدينا الطشه الحلوه، ثوم مفروم وزبده وخل اللي بتتحط على الوش. طيب كلمنا كتير بقى، تعالوا نبدا نشتغل. الكوارع بتاعتنا على النار، وتعالوا نعمل الصلصه بتاعتنا بتاعت الفته. بسم الله، عندي حله على النار، والحله علشان سخنه معايا فمش هنزل بالزبده علشان ما تتحرقش وتغمق لي الصلصه بتاعتنا. هحط حبه زيت كده الاول واروح حاطه فيها شويه زبده. بسم الله، علشان تسيح براحتها من غير ما تتحرق. عندي توم وفي ايدي الخل، حاضر مش هاخدهم كلهم. مجرد ما تبدا الزبده تسيح معانا كده اروح واخده معلقه من التوم كبيره كده بالشكل ده، مش عايزاه يتحمر عشان لو اتحمر واغمق معايا هيمرر لي الصلصه ويبقى فيه حتت بني كده باينه في الصلصه مش حلوه. فعلشان كده يا دوب بس ان هو يبدا يتشوح ويبدا يطلع الروائح الحلوه بتاعته، وهبدا اطشه بمعلقه الخل. مش هستنى لما يتحمر، لا انا عايزاه يدوب بس يبقى لونه ذهبي. الشكل ده كده اقول بسم الله، هي يدوب معلقه كبيره لان انا بعتمد على ان انا معايا طشه على الوش هيبقى برضو فيها خل وتوم. وكده اهو، واروح طشه بالطماطم. بسم الله، واسيبها تاخد غلوتين على النار، وبرده مش هحط لها الفلفل الاسود دلوقتي. ليه؟ علشان ما تغمقش من اول غلوتين، لا انا هسيبها تغلي مع راحتها كده غلوتين ثلاثه، وبعد كده ابدا اتبلها بالملح والفلفل الاسود اللي احنا عايزينه. هغطي عليها، انا عايزه بس طبق احط فيه المعلقه. هغطي عليها تغلي غلوتين وبعد كده ابدا ان انا اتبلها، ونصبح على بسمه ونقول لها صباح الفل يا بسمه. فصلت، نورتيني باتصالك يا حبيبتي. طيب عملنا الصلصه وركناها على جنب، عندي فته، عندي قصدي عيش، وعندي رز. رز الفته رز ابيض او كل حاجه، بس بيختلف عن رز الابيض العادي بتاعنا اللي احنا بناكله مع الخضار. ايه اللي بيميز رز الفته وبيديله تطعيمه حلوه علشان برضو حبايبنا اللي ما شافوهوش معايا قبل كده؟ بعمل الرز الابيض بطريقه عاديه خالص، بس بزود تكايه بسيطه كده بتخلي طعمه مميز. وهي ايه؟ ان انا لما بحط السمنه او الزيت او الزبده على النار او اي مواد دهنيه انا هعمل بيها الرز، بروح مدياله معلقه من الثوم الكبير، يا دوب يصفر ما يحمرش، يا دوب يصفر كده ويتشوح شويه، واروح طشاه بمعلقه واحده من الخل. وبعد كده اروح حاطه الرز العادي المقدار بتاعنا وابدا ان انا اشوحه مع الثوم والخل، ده بيديله تطعيمه في منتهى الجمال. الاربع كوبايات من الرز مثلا بحط عليهم 5 وربع من الميه،
طبعا يكون متنقي ومغسول ومتصفي. شوحته، اديته العادي بتاع الميه بتاعه، ظبطت الملح بتاعه، سبته يستوي. مجرد ما يتشرب وطيت عليه النار واطلعه بعد كده افرطه كده علشان يبقى ما يبقاش معجن معايا ويبقى مفلفل بالشكل ده. بصوا كده انا كده الكوارع بتاعتي بالنسبه لي امان. انا هقفل عليها، انا كده قفلت النار، او ممكن كمان ان انا اشيلها من على النار خالص. ظبطت يعني انا حاطينها مثلا من 9 9 9 و10 دلوقتي، يعني عدينا ساعة صح؟ عدينا ساعة دلوقتي، ساعة وعشر وخمس دقايق دلوقتي. انا شلتها من على النار، بصوا طول ما في بخار طالع كده مش هفتح زرار الامان بتاعها، هسيبها زي ما هي. بصوا هيبدأ يقل شوية بشوية لحد ما يتمنع خالص، ابدا ساعتها افتح زرار الامان، هلاقي الغطا بيتفتح معايا بكل سهوله. طيب هنسيبها بقى ايه تهدى براحتها. عملنا الرز، نيجي بقى للعيش. العيش لو شامي هنقليه في الزيت، لو اللي هو الشامي هنقليه في الزيت، ولما نيجي نحطه للفته مش هسقيه شوربه. ليه؟ علشان انا لو سقيته شوربه هكني باكل فته قطط، فمش هينفع ان هو هيبوش ويبقى عامل زي العجين في بقي. سخونيه الرز مع الصلصه هم اللي هيطروا العيش الشامي، يبقى مدي يعني قرمشه حلوه كده وفي منتهى الجمال. طيب العيش اللي هو البلدي بتاعنا العادي جدا بعمل معاه ايه؟ بروح جايبه بوله صغيره كده حاطه فيها حبه زبده وحبه زيت ومعلقه ثوم كبيره، وبقلبهم مع بعض كويس قوي. بروح ماسكه العيش مقلباه بالثوم والزبده والزيت واقلبهم كويس واحطه في الفرن في صاج، وكل شويه اديله تقليبه علشان يطلع لي متطعم وفي نفس الوقت متحمر التحميره الحلوه دي. ادام عيش بلدي يبقى انا هسقيه شوربه. هوريكم انا يعني العيش البلدي بسقيه ازاي وبخليه متطعم ازاي مع الشوربه. هل انا بحط له شوربه الكوارع بس؟ لا، ده انا بحط له كمان معلقه صلصه من الصلصه بتاعت الفته، وبحط له معلقتين من الرز علشان تبقى الارضيه كامله. اللي يجي ياخد معلقه فيها عيش من تحت وداخلها كمان صلصه وداخلها رز، ما تبقاش الطبقات مفصوله. كده احنا عملنا الرز وقلت لكم العيش بنعمل فيه ايه، الكوارع قلنا تنظيفها وشراها وحطيناها على النار، الصلصه كمان عملناها. اكلم بسمه قبل ما نطلع الفاصل. صباح الفل يا بسمه. ازيك يا شيف نونا؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. بعد اذن حضرتك يا شيف نونا، عايزه اسال حضرتك على طريقه عمل البرياني. عينيا الاثنين، حاضر. بس كده تأمريني، عايزاه طريقه ولا نعمله؟ لا انا عايزه اشوفه لان معرفش يعني خطواته بالظبط. عينيا الاثنين، بس كده تأمريني. اكتبي عندك يا آية. ربنا يخليكي يا رب. عينيا الاثنين، في اقرب وقت ان شاء الله اعمله لحضرتك. نورتيني باتصالك ويومك كله خير وبركه ان شاء الله. تعالوا بقى نطلع فاصل. بصوا قبل ما اطلع فاصل يا حمدي، ما بقاش في بخار، معنى كده ان هي بدأت تهدى، معنى كده ان انا ممكن اعمل كده. بسم الله، عشان السخونيه خلوا بالكوا قوي قوي قوي. بصوا كده، بسم الله كده انا بطلع باقي البخار لسه. بصوا ده اللي انا بتكلم فيه. بصوا المفروض كنت سبتها تهدى شويه كمان وبعد كده افتح. لو فتحنا واستعجلنا زي ما انا ما استعجلت دلوقتي هلاقي ان هي هتطلع كل اللي عليها. بصوا الشوربه اللي جوه البخار هيطلع بشوربته، فنستنى لما نهدى. انا قفلت الزرار تاني اهو، هستنى لما تهدى خالص ونرجع نفتح عليها ونشوف هيتفتح معانا الغطا بتاعها بسهوله ازاي، ونرجع تكون الصلصه بتاعتنا خدت الغلوه الحلوه بتاعتها، ونرجع نعمل الفته بتاعتنا ونشوف العيش نفسه هنقلبه ازاي مع الصلصه ومع الرز علشان تبقى صينيه الفته بتاعتنا في منتهى الجمال. تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل وصفات الكوارع بتاعتنا النهارده. النهارده كلامي اكتر من الشغل علشان بس اللي ما تابعش حلقات الكوارع بتاعتنا القديمه يبقى عارف كل تفصيله عن الكوارع. شوية صغيرين وراجعين نكمل حلقتنا، اوعوا تروحوا في اي حتة ومستنيكم. رجعت من الفاصل، فتح زرار الامان او مفتاح الامان بالراحة شوية بس نبدأ ان هو يطلع البخار علشان ابدأ ان انا افتح الحل. طيب قلنا وعملت ايه كمان في الفاصل؟ انا تبلت الصلصة بتاعتنا بالملح والفلفل الاسود، هي عايزه يعني تتسبك شويه كمان علشان طيب فرصه ان انا فاتحه كده وعشان اوريكم اللون بتاعها. طيب هو انا لو عملت الصلصه وطلعت باللون ده يا نونا
اللون الفاتح ده انا ما بحبوش، بحب الصلصه كده تكون غامقه. لو انا مصلصله عندي صلصه في البيت اعمل ايه؟ طيب واحنا بنصلصل الصلصه علشان نفرزها ولقيتيها فاتحه معاكي بالشكل ده كده هتعملي حاجه بسيطه جدا، ما تحطيش صلصه معلبات اللي هي الصلصه اللي هي البطرمانات دي، لا ما تعمليش كده. هنجيب ايه؟ على كميه طبعا الصلصه اللي انت عاملاها، حبيتين بنجر قشريهم واسلقيهم كويس قوي، وبعد كده روحي ماسكاهم مقطعاهم حتت صغيره وحطاهم في الخلاط ومعاهم شويه ميه من اللي اتسلق فيهم البنجر واضربيهم ضرب ناعم جدا 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 فوق ما تتخيلي، علشان يبقى من نفس الخامه او من نفس القوام بتاع صلصه الطماطم، وحطيهم مع الصلصه قلبيهم هتلاقي اللون بتاعها محمر. فايده البنجر طبعا احنا عارفين ان فوائده كتير قوي وهتطلع معاكي زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طول ما هي ما طلعتش البخار اللي جوه، بصوا الزرار بتاعها ده الزرار اهو، المفروض ان انا اعمل كده يتفتح معايا، لكن طول ما هي ما اتفتحتش معايا بالشكل ده اهو، ده اهو طول ما هي ما تكتش كده واتفتحت يبقى لسه في بخار جوه لازم يطلع. هسيبه يكمل طلوع كده ونشوف هنعمل ايه. انا عايزه اقول لكم طول ما هي بتعمل كده يبقى هي من جوه، مع اني طافيه عليها هي من جوه لسه بتغلي لسه بتستوي، يعني لسه من كتر الضغطه بتاعت البريستو بتاعتها لسه جوه غليان مستمر. لا ما لسه، لا لا هي تطلع بس البخار براحتها كده ونشوف هنعمل ايه. بس انا عن نفسي انا بحبها يعني. طيب الصلصه كده معانا تمام. عايزين بقى دلوقتي نشوف هنكون صينيه الفته ازاي. انا قلت الفته عندنا الكوارع بتتسلق، عايزه بس ادوق الملح بتاعها والحياء بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مظبوط. عايزه حبه فلفل اسود بس صغيرين، ونصبح على ايه واقول لها صباح الفل يا ايه. الو الو صباح الهنا. ازيك يا شيف هنونة؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ عايزه اعمل الكبده الاسكندراني. عينيا الاثنين بس كده، ليكي طلبات تانيه؟ بس نزلوها. ايوه انزلها لك ولا اقولها لك على طول دلوقتي وتكتبي ورايا؟ لا نزلوها. عينيا الاثنين حاضر. ايه كبده اسكندراني لو سمحتي. نورتيني يا ايه. ممكن الكبده الاسكندراني. بصوا بقى كده. لا الكبده بتاعتنا مش اي كبده، انت عارفه ايه هي، ان شاء الله هتعملها كمان وتطلع معاها زي الفل. بصوا كده انا دلوقتي بقى جهزت الفته بتاعتنا، وهبدا ان انا ارص الاطباق او الصواني. عامله بقى عقيقه، عازمه اخواتي وامي واهل جوزي مثلا يوم جمعه كده، ببقى عايزه ان انا اطلع صواني صواني. طيب دلوقتي عندي بوله اهي او طبق غويط، واروح عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. التجمعات والزحمه بتبقى عايزه الشغل بسرعه، وفي نفس الوقت ان انت تنجزي ما تقعديش تعملي طبق طبق. هعمل كده، ده العيش اللي احنا حمرناه بمعلقه السمنه وبالثوم ودخلناه الفرن بالشكل ده كده. قلت لو عيش شامي بنقليه في الزيت زي عيش الكشري كده، بقطعه برده مكعبات بالشكل ده كده، وابدا ان انا اقليه في الزيت يطلع يكون لونه فاتح شويه، عشان لما بيقعد شويه بيغمق. وما بسقهوش شوربه، ما بسقهوش شوربه علشان ما يطراش معايا. طيب انا عملت كده العيش اهو، هبدا اعمل ايه؟ كبشه اروح حاطه على العيش معلقتين. اسفه يا حمدي، اسفه ان انا شلته من قدامك. بصوا كده معلقتين او الكبشتين بتوع الصلصه. ليه؟ علشان دي تطري لي العيش شويه وفي نفس الوقت تديني تطعيمه كويسه. واروح جايه عند الرز اللي انا عاملاه، واروح واخده منه كمان معلقتين ثلاثه كده او كبشتين ثلاثه، علشان لما ارص في الصواني تبقى كلها واخده من بعضها، ما يبقاش طبقه عيش وبعدين طبقه رز، واجي مثلا احط الصلصه من فوق والاقي في بقي كل حاجه طعمها مختلف. لا الصلصه اهي جمعت لي بين الرز وبين العيش، وابدا ان انا اعمل كده. انا بصوا كده انا ما حطيتش شوربه. ليه؟ لو حطيت شوربه هيطرى خالص، وانا مش عايزاه يطرى. انا واحده من الناس اعوذ بالله من كلمه انا، وكل اللي ده عندي الفته بصراحه نفس يعني قالوا نفس النظام، ان العيش يكون
في سنه القرمشه دي بتبقى في منتهى الجمال، ولا هو ناشف قوي علشان بقنا ما يوجعناش، ولا هو طري خالص علشان ما يبقاش عامل زي العجينه. لا، حته القرمشه كده اللي بتضطر من الصلصه والرز بتبقى في منتهى الجمال بالشكل ده كده. كده خلاص انا عملت الارضيه بتاعت الصواني بتاعتنا. استغفر الله العظيم يا رب. عندي الصواني اهي، ننظف مكاننا. خلوا بالكم لما بيكون عندنا عزومه او حاجه، موضوع السرعه وموضوع ان احنا نلم حوالينا ده بيبقى احسن. عندي الصينيتين اهم، وهبدا ان انا اقسم العيش عليهم او اكتر طبعا لو عايزه اطباق زي ما انت عايزه. ونصبح على ام جودي ونقول لها صباح الهنا. الو الو، صباح الفل. الو، صباح صباح الفل يا ام جودي. ازيك يا شيف نون؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير طول ما انت بخير. تسلم ايديك، يعني انت بتعمليه يا حبيبتي. سلم عمرك من كل شر يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، اموريني. انا بتعلم منك حاجات كتير اعملها لاطفالي، عندي اطفال يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيهم، وبيزهقوني في الاكل وبتعلم منك يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيهم وتفرحي بيهم وتشوفيهم احسن الناس يا رب دايما. ربنا يخليكي انا وانت يا رب. بقول لك جودي عندها 7 سنين، عايزه اتكلمك. اه طبعا الدهالي. الو الو يا شيف نون. صباح الفل يا جودي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي قوي قوي. حبيبتي حبيبتي الله يسعدك يا رب، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. انا ممكن طريقه البرجر بس كده؟ عينيا الاثنين. ليكي طلبات تانية؟ لا شكرا. انت عينيا الاثنين، حاضر. احلى برجر علشان خاطر عينيكي. بص بقى كده، انا كده في الامان، بتطلع البخار بتاعها، ومجرد بقى ما احط الرز وافتح ونشوف الكوارع الحلوه بتاعتنا. الرز على فكره لونه ابيض شاهق كده علشان معلقه الخل اللي احنا حطيناها في الطشه بتاعت التومه. لو انت عايزه رز ابيض اصلا من غير ما تعمليه للفته علشان مثلا الخضار، او لو انت عامله فته لحمه ومش عايزه طشه التومه دي، برضو بنحط له معلقه خل، بيديله لون حلو قوي وابيض شاهق زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه. ونصبح على الحاجه سحر وقال لها صباح الهنا يا حاجه سحر. صباح الفل عليك يا حبيبتي. صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه، انت واولادك يا رب. يا رب اللهم امين، ما تحرمش منك وحضرتك طيبه ولا وخير. منك والنبي انه عايزه انت قبل كده عملت تخليل اللف وانا ما شفتوش، عايزه اعرف بس منك دلوقتي تحطي ايه في الميه بتاعت اللف؟ عينيا الاثنين. عينيا تسلميلي يا غاليه. عينيا نورتيني. ايه معايا؟ ايه انا عارفه عايزه لفت. ايوه لفت، وهو كبده اسكندراني. بصوا كده رصينا الصواني ولسه بقى الكوارع والصلصه دي كده امان. بصوا اما اتفتح وطلع البخار، الزرار اللي ما كانش راضي يتفتح، بصوا معايا هاتلي من جوه يا حمدي بقى ووريهم الجمال. مش بتوعي والله. بصوا انا لازم بقى اجيب كبشه كده واوريكوا الحلويات اللي في الحله عامله ازاي. بصوا بصوا لون، بصوا لون الكوارع، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا بصوا لونها، ولا كوارع ولا شوربه مسوده، وبصوا الكوارع لونها بامبا اصلا ازاي، الله اكبر عليها. ودايبه بصوا اهي، هي بتقول انا استويت ومش فاضل غير ان انا اتاكل وبس اهي. بصوا بصوا اللون ما شاء الله عليها، لون الشوربه اصلا يفتح النفس. طيب هنسيبها بقى كده وهدوق الملح بتاعها، بس بعد ما احط بقى الرز هنا علشان نحط الصلصه كمان على الوش علشان نقدم صواني الفته بتاعتنا، ونشوف بقى انواع الكوارع بقى بتاعتنا النهارده اللي هنعملها ايه. انا قلت ان احنا عندنا كوارع بالحمص وعندنا كوارع بالورق العنب، وهنشوف ايه التكات اللي تضمن لنا ان الطاجن بتاعنا يطلع زي ما بناكله من بره واحلى بكتير كمان. يكفي النظافه ويكفي ان احنا عاملينه في البيت. الرز كده اهو ماشي معانا تمام، والصواني بتاعتنا الله اكبر عليها، بلد يوكل بلد يوكل على ابوه، يعني زي الكتاب ما قال كده. فاضل عندي بقى الصلصه دلوقتي هحطها على الوش، ونطلع حتت الكوارع بتاعتنا الحلوه دي ونحطها برده على الوش. طيب في
انا بقدم يعني عندي في البيت بقدم الكوارع مع طب ما نحط الكوارع ونطلع، ايه رايك؟ لا مش هعمل الطشه دلوقتي، شفت بقى هعملها لما ارجع. ماشي بصوا كده بعمل عندي في البيت بقدم الكوارع بتاعت الفته بطريقتين، يا اما الكوارع بحطها كلها في بوله بالشوربه بتاعتها عشان اللي عايز ياكلها مسلوقه، يا اما بعمل حاجه تانية كده. الصلصه بتاعتنا اهي اتسبكت وبقت في منتهى الجمال. لا لازم نجيبها بقى نغرفها في الاطباق بتاعت المصمط، المصمط يعني اكننا قاعدين في مصمط بلدي بالظبط. اهو لا خلصت ايه للطاجن؟ لا لا معايا ليش. بصوا كده بيعملوا كده في المصمط كده اهو، هما طبعا بيقدموها طلبات بالشكل ده كده، ونبدا نغرف بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصه بتاعتنا ريحتها في منتهى الجمال. قلت لكم بقى بقدم انا ايه الفته او الكوارع بطريقتين، يا اما ان انا بحطها في بوله مسلوقه، يا اما ان انا بقلبها في صلصه اللي عايز. وساعات بنحطها في الصلصه بنروح حاطين الطاجن بتاعها كده في الفرن يتشمع وياخد ايه التشميعه الحلوه بتاعته دي. لسه كمان في طشه بس ايه هنعملها لما نرجع عشان ايه حمدي ما يزعلش مننا. بالشكل ده كده كده. على فكره لو انتم من اصحاب المزاج قوي بيهمكم الشكل بتاع الاكل ممكن تجيبوا الاطباق الاستانلس ديت، بتتباع رخيصه جدا في الاسواق على فكره. تجيبوها زي ما انا ما جايباها كده، ولما تيجوا تعملوا الاكله ديت او لو عاملين ممبار او الكلام ده كله مش قادره اقول لكم بقى بيبقى شكلها عامل ازاي. طب نطلع كده كوارع نحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونها اصلا عامل ازاي. لما نعمل بقى الطشه هتروح نازله على الكوارع كده وتبقى في منتهى الجمال. بصوا الضافر مهري خالص ازاي. ده دليل ان هي مستويه تسويه حلوه قوي. طيب ده اللي هو المسلوق، ادي هروح حاطه حتتين ثلاثه هنا كده، واروح حاطه عليهم معلقتين صلصه اقلبهم بيها علشان احطهم على صينيه الفته الثانيه. ونطلع بقى فاصل ونرجع نعمل الطشه مع بعض اللي هنطش بيها الكوارع، وفي نفس الوقت هنعمل ايه؟ هنعمل الطاجن الكوارع اللي بالحمص اهو كده اهو، عليهم معلقه صلصه او كبشه صلصه كده. عايزه تحطيها في الفرن ما فيهاش اي مشكله، عايزه تقلبيهم كده مع بعض برده ما فيهاش اي مشكله. واروح شايله كده بسم الله بالشكل ده، دايبه دوب والله دايبه دوب اهي. بصوا بالشكل ده كده راحه فين. سلم عمرك يا رب من كل شر. طب هنطلع فاصل ونرجع نعمل الطشه بتاعتنا ونشوف البهاريز وهندقدق بقى المواسير ونطلع النخاع كده. والنهارده اكله كوارع ما يعلم بها الا ربنا، صحتين وعافيه على قلبك يا رب. نطلع فاصل ونرجع نشوف عندنا ايه تاني النهارده في الكوارع. مستنياكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل عملنا الفته بتاعتنا الصلصه بتاعتنا اهي، وهنبدا دلوقتي نعمل الطشه والكوارع بتاعتنا معانا وزي الفل زي ما شفناها. عايزه احط لكم كده في بوله شفافه. طيب بوله شفافه وسط يا شباب
عشان تشوفوا لون الشوربة بتاعتنا عاملة ازاي. دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل الطشة بتاعتنا. حطيت على النار ايه؟ سنة من الزيت ومعاها زبدة، يا اما لو ما عندكيش زبدة حطي سمنة عادي جدا ما فيهاش أي مشكلة. مجرد ما تبدأ تسيح معانا كده أروح نازلة بالثوم يا دوب يتحمر ومش عايزاه يغمق، عايزة لونه يبقى ذهبي، وأروح طشاه بالخل ويتحط على الفتة بتاعتنا والكوارع اللي فوق. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل طاجن الكوارع بتاعتنا اللي احنا سلقناها، بس هعمله بالحمص، حاجه كده مختلفه، بس طعم الحمص مع الكوارع بيدي نتيجه في منتهى الجمال. اهم حاجه الحمص يكون مسلوق كويس قوي، يعني فاضل له سنه كده سنه او تكه بسيطه ويبقى دايب، هو ده اللي انا عايزاه في الحمص بتاعنا، علشان لما اجي اكله مع الكوارع وهي دايبه هي كمان لما اجي اكله مع الكوارع وهي دايبه كمان ما الاقيش ان الحمص بيبقى فيه تكه كده تفصلني والمكونات كلها موجوده في بقي في تطعيمه كويسه. طيب الكوارع بالحمص مكوناتها ايه؟ هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي. ومكوناتنا بتقول ان احنا معانا كوارع مسلوقه، نص كيلو حمص الشام مسلوق او كوبايه ربع كيلو زي ما انت عايزه او حسب الطاجن اللي انت هتعمليه. معايا صلصه فته من اللي احنا عاملينها هاخد لها للطاجن، عيش بلدي دوت بيتحمص يا اما يتحط جنبيها يا اما بتحطيه بلدي عادي زي ما انت عايزه. معايا كمان معلقه ثوم كبيره، ملح وفلفل اسود. طيب قبل ما ابدا المقادير اهي معانا على الشاشه، صوروها او اكتبوها. وقبل ما ابدا في عمايل طاجن الكوارع بالحمص هعمل الطشه بتاعتنا. الزبده بتاعتنا ساحت، انزل عليها بالتومه بالشكل ده كده، مش عايزاها تغمق، انا عايزاها يا دوب يبقى لونها ذهبي محمر شويه كده اهو، علشان ما تدينيش مراره وانا باكل الفته بتاعتنا بالشكل ده كده. واكون مجهزه الخل علشان اطشها بيه. الناحيه الثانيه عندي طاسه سايباها تسخن علشان دي اللي هعمل فيها الكوارع بالحمص. ماشي، حد يقول لي مثلا ايه؟ طب ما كوارع بالحمص، يعني مش معنى ان الحمص مسلوق والصلصه معموله والكوارع مسلوقه يبقى خلاص احط كله على بعضه واروح حطها في الفرن. لا، برضو اهم من الزبط من الشغل ظبط الشغل، هنعملها بطريقه برضو تطلع معانا في منتهى الجمال. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، ومعانا الطاجن الفخار بتاعنا علشان يطلع لنا احلى طاجن كوارع بالحمص في منتهى الجمال. كده طشه تمام، بسم الله. عندك حاجه من الاثنين، يا اما بتطشيها على الوش وبتقدمي الصينيه بتاعتها على طول، يا اما بتعمليها وتحطيها في ريمكالات صغيره كده او بولات صغننه كده جنب الاكل للي عايز. بسم الله. ونصبح على ام محمد ونقول لها صباح الفل يا ام محمد. صباح النور. صباح الهنا والجمال على عيونك. الحمد لله يا حبيبتي، انا بخير طول ما انت بخير، ما تحرمش مني. يا رب يخليك يا شيخنا. والنبي يا شيخنا انا طالبه منك طلب. عينيا الاثنين قولي. انا معيشه لابن واحد. ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه يا رب. وعليه جار مكسور وليه مشتكيه في المحكمه، وهو معاه 4 عيال اطفال. ربنا يبارك له فيهم ويحفظهم. الله يبارك لك يا حبيبتي، انا زي والدتك. سيبي لي رقمك يا ام محمد وان شاء الله. مشتكيه في المحكمه والقضيه اليومين الجايين دول. سيبي لي رقمك واللي فيه الخير يقدمه ربنا، لو في اي حد من اللي معانا معاكي الرقم يا ايه. طب تمام. وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يصلح حالك ويرزقك الخير كل رب. بصوا كده معايا طاسه سخنه، وقلت ادام معايا طاسه سخنه ما احطش الزبده الاول، احط زيت علشان لو حطيت الزبده هتتحرق في وقتها وتروح مغمقه، فبحط الزيت علشان يمتص الحراره شويه. بصوا كده ادي الزبده اهي بالشكل ده. عندي ثوم وعندي حمص كده، وراح حاطه التومه بالشكل ده كده، والحمص نكون مصفينه كويس قوي. بصوا لون التومه عامل ازاي. بسم الله. نزلت بالحمص على التوم مع الزبده اهو، واروح عامله ايه؟ متبلاه ملح وفلفل اسود. وخلوا بالكم ان الملح يكون بسيط لو احنا متبلين الصلصه، علشان ما تبقاش مملحه زياده. وارجع بعد كده اقول الملح والحدوقيه دي منين. اهو بالشكل ده كده. طبعا انا عارفه متاكده ان هو مسلوق كويس قوي. عندي ايه؟ عندي الصلصه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده على قد او مقدار الطاجن اللي انا هعمله. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200،
علشان يدخل الفرن الطاجن بتاعنا يشد مع النار بسرعه ويبدا ان هو ياخد وش في منتهى الجمال. طيب عندي ايه بقى كده؟ عندي الطاجن الحلو بتاعنا اهو بالشكل ده كده، واروح جايبه كوارع من اللي انا سلقاها وتكون من غير شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هسيب المواسير علشان ديت هاخد منها الشوربه بتاعت البهاريز دي برضو مصوره، وهوريكم البهاريز بتطلع ازاي. دي بقى اللي هي الايه الخلاصه بتاعت شوربه الكوارع. بصوا كلها دي كده المواسير، انا عايزه اسيبها علشان اوريكم اللي فيها. عشان ده كله مواسير انا عايزاها تشوفوها في الشوربه، ودي كده تمام. واروح عامله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فرن على 200. ونصبح على حبيبه واقول لها صباح الفل يا حبيبه. صباح الخير. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله. هو انا ممكن اجيب طاجن اصغر من ده يا شباب؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما يا حبيبتي، ما تتحرمش منك. قولي لي يا حبيبه ليكي اي طلبات؟ اه عايزه تعملي بيتزا بطريقه بسيطه. عينيا الاثنين بس كده تأمريني. ليكي طلبات تانيه؟ لا شكرا. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده انا هصغر الطاجن عشان انا عايزه الكوارع تبقى باينه فوق علشان لما تدخل الفرن وتتشمع معانا وتاخد اللون التشميع الحلو واللسوعة من فوق دي تبقى باينه. هطلع فاصل اجيب طاجن صغير ونرجع اكون حطيته واوريه لكم اما نطلع اما ندخله الفرن. هرجع اعمل ايه بقى؟ هنرجع نبدا المعركه. انا واحده من الناس بحب اعمل الكوارع في البيت عشان اقعد امسك الماسوره وابدا اكسر بقى واطلع النخاع اللي هو فيه البهاريز كلها. هنطلع فاصل نرجع نبدا المعركه بتاعتنا عشان كمان نعمل طاجن الكوارع بالورق العنب. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل، تعالوا اوريكم الطاجن الكوارع بالحمص. درجه حراره 200، انا عايزاه فوق وتحت. لو ما عندكيش فوق وتحت ممكن انت تشغلي فوق بقى تحت بس، يعني ربع ساعه ثلث ساعه كده، وبعد كده تشغلي الشوايه علشان ياخد تشميعه حلوه من فوق. نقفل بقى كده وتعالوا نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. بصوا كده انا دلوقتي بمسك المواسير اللي هي بتاعت الكوارع اهي، وببدا ان انا اخلي اللحم اللي عليها علشان اخده واحطه في الشوربه. بصوا ده كده، ده نخاع، ده واقع من البهاريز جوه الشوربه. ده الخلاصه كلها بتاعه الكوارع، ده النخاع. بصوا كده اهو ماشي. هروح عامله كده يا جمال شوربتنا ولونها اللي في منتهى الجمال اللي يفتح فعلا النفس. بسم الله. بصوا عاملة ازاي، بصوا النخاع من كتر ما الكوارع مستوية حلوة قوي. بصوا طالع اصلا ازاي، كده بالشكل ده كده. وابدأ ان انا بقى اروح مقطعة الكوارع اللي انا اللي هي اللحم بتاعها ده بالشكل ده كده اهو. تعالوا بقى كده اهي قطع كده، انا خلاص خلصت. واروح حاطه في الشوربه دي بقى البهاريز بتاعت الكوارع كلها اهي. بصوا يعني سلطانيه من دي، الناس بقى اللي ركبها وجعاها، الناس اللي عندها هشاشه في العظام، دكاترة العظام يقولك ايه اشربي شوربة كوارع وكلي كوارع، واهم من الكوارع نفسها النخاع اللي بيبقى في المواسير اللي هو ده. بصوا كده
دي الخلاصة كلها. نيجي بقى دلوقتي للماسورة نفسها كده اهي. بصوا بصوا اللي بينزل ده، ده كده البهاريز بتاعتها اهو بقى، ما فيش حاجة خلاص. بصوا ده الخلاصة بتاعت الكوارع دي كلها، البهاريز بتاعت بصوا ما شاء الله، ده كله كده هيتفضى في الشوربة عشان يتشرب معي. طبعا الناس بقى بتوع ايه ياي ومش ياي والكلام ده كله يبتعدوا عن اللي انا بعمله. ايوه الكلام موجه ليكي، ايوه الكلام ده موجه لآية. بصوا كده نروح واخدين بقى النخاع كده وحاطين في الشوربه، ويا سلام يا سلام، صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. بص الدسم بتاعها عامل ازاي يا حمدي، وده دليل كمان يا حمدي، عارف لو الكوارع مش مغسوله كويس ومش نظيفه كنت لقيت الشوربه مسوده وغامقه، كنت لقيت اللي على الوش ده كده مدي رغاوي وشكله مش حلو. لكن بص الشوربه بتاعتنا ما شاء الله عليها عامله ازاي، يعني حاجه بتتكلم عن نفسها. نيجي بقى دلوقتي نعمل ايه، خلاص نشيل بقى حلتنا كده. ماشي نكلم ايمان وفي نفس الوقت نشوف هنعمل ايه في طاجن ورق العنب بالكوارع. صباح الفل يا ايمان. صباح الخير. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما يا رب، اللهم امين. امورين الله يسعدك. انا يعني انا بحب الطبخ وبساعد ماما دايما، فالكيكه دايما الكيكه بتطلع مني مفروله ومش ماسكه نفسها. عينيا الاثنين، نقول لك دلوقتي مقادير كيكايه تطلع معاكي زي الفل، اهم حاجه الفرن عندك مظبوط وكويس؟ اه كويس. ما بيطلعهاش ولا هابطه من النص ولا الكلام ده كله، المشكله عندك ان هي بتطلع مفروله بس. اه. طب عينيا الاثنين هقول لك مقدار كيك دلوقتي انا على طول بستخدمه وبعمله وان شاء الله يطلع معاكي زي الفل. ليكي طلبات ثانيه؟ لا ربنا يخليك. نورتيني حبيبتي باتصالك، مع الف سلامه. بصوا بقى كده. عندي طاجن كوارع بورق العنب. ورق العنب بنعمله زي ما تعودنا ان احنا نعمله على طول، بنعمل الخلطه وبنحشيه وبنسويه وبسيبه يهدى. عايزه الطاجن يمسك معايا ويتقلب زي ما انا بالظبط رصاه، لازم يكون ورق العنب هادي ما يبقاش سخن، يعني ده احنا مسوينه الصبح وسايباه يبرد براحته خالص. ليه؟ علشان لما احطه في القالب بتاعنا او في الطاجن بتاعنا انا عايزاه ينزل بنفس الرصه. طب ينزل بنفس الرصه ازاي؟ هقول لكم على حاجه الاول قبل ما نبدا رص ورق العنب. الكوارع اللي انا عملاها، هو انا هاخدها مسلوقه كده احطها في ارضيه الطاجن وخلاص؟ لا، ده انا لازم اظبط طاجن ورق العنب علشان يطلع لي في منتهى الجمال. طيب طاجن ورق العنب، اه فعلا. طيب ماشي، كويس انك قلتي. لسه لسه فاضل ورق عنب، احنا عاملينه عادي وعندنا كوارع مخليه ومحتاجه ايه؟ شويه من صلصه الفته وتومه وكزبره، مش عايزه اكتر من كده. عندي طاسه على النار، كل اللي هعمله سنه بسيطه كده من الزيت، مش كتير مش كتير، واروح عامله كده. عندي التوم والكزبره، انا عايزه طعم بقى الكوارع بتاعتنا، مش ان هي يا دوب بس كوارع ومعاها ورق عنب في الفرن وخلاص، لا ده انا عايزه اديله تطعيمه حلوه كده اللي ياكله عندي يحلف بيه ما ياكلوش في اي حته تاني. حطيت شويه زيت على النار واروح حاطه تومه بالشكل ده كده، يا دوب بس تصفر، واروح حاطه لها سنه الكزبره بالشكل ده. ورق العنب عشان الطاجن بتاعي يطلع مظبوط ويطلع بنفس الرصه اللي انا هرصها لازم يكون بارد علشان يتقلب قلبه كويس بالشكل ده كده، واروح حاطه شويه من الكزبره. ونصبح على فاطمه ونقول لها صباح الفل يا فاطمه. الو الو، صباح الهنا. صباح الهنا. الو، عايزه اعرف طريقه الكراميل. عينيا الاثنين، الكريم كراميل ولا الكراميل لوحده؟ كريم كراميل والكراميل لوحده. عينيا الاثنين، حاضر. ليكي طلبات تانية يا فاطمه؟ حبيبتي الله يسعدك يا رب. ليكي طلبات تانية؟ لا سلامتك. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده، التومه مع الكزبره واروح نازله عليها بالكوارع. ليه؟ انا عايزه الكوارع تاخد الشمخه بتاعت التومه بالكزبره قبل ما ترشها بالصلصه بالشكل ده كده اهو. بصوا سنه بسيطه جدا من الملح وسنه بسيطه جدا يا دوب رشه ورشه كده من الفلفل الاسود بالشكل ده كده. خلاص اتشوحت كويس قوي اهي مع التومه، واروح ابدا احط عليها صلصه الطماطم بسم الله، مش كتير برضه
يا دوب معلقتين ثلاثه كده علشان بس اطعم الكوارع اللي انا هحطها في طاجن ورق العنب بالشكل ده. كده بقت عندي تمام وزي الفل. عندي بقى الطاجن بتاعنا، هعمل ايه؟ اروح حبه زيت كده ادهنه في الجوانب علشان لما احط فيه ورق العنب ويدخل الفرن الجوانب بتاعت ورق العنب ما تلزقش في الطاجن من السخونيه، فلازم يبقى فيه ماده عازله وفي نفس الوقت تديني زي نعومه كده عشان لما اقلب الطاجن يتقلب بكل سهوله. اهو بغلف كده الطاجن بالزيت من جميع النواحي قبل ما احطه في الفرن، واروح حاطه الكوارع الحلوه بتاعتنا اللي بتتم الكزبره في الارضيه، ونصبح على ندى واقول لها صباح الفل يا ندى. صباح الخير. صباح الهنا، ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. حضرتك حبيبتي الله يسعد قلبك. انا بحب حضرتك قوي. ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. ماشي يا سيدي. ليك اي طلبات يا حبيبتي؟ لا تعيش يا رب، كل اكلك حلو. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك. نورتيني باتصالك، مع الف سلامه، في حفظ الله. بصوا بقى كده، رصه ورق العنب. احنا بنعمل راق مدور وراق بالطول. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه رق مدور ورق بالطول؟ هوريكم دلوقتي عملي. انا مش عايزه الطاجن في الفرن، انا يعني بالنسبه لي كده 10 على 10 لازم اطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بصوا شكل الطاجن عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه. محدش يستغرب، لا محدش يستغرب من موضوع الحمص مع الكوارع، ده حلو جدا وفي منتهى الجمال، جربوه مش هتندم. طيب نيجي بقى نرجع تاني لطاجن الورق العنب. حطينا الكوارع في الارضيه، الطاجن بتاعنا دهنينه بزيت. بصوا انا قصدي ايه بحته ان طول وعرض، بصوا كده يعني هين هنا اهو، بصوا الصوابع كده. حاضر اهو 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 اهو. حاضر اوريهم الرق التاني اللي هو بالعرض. طيب ونطلع على طول، عينيا الاتنين. بصوا كده ده بالطول اهو، الرصه لجوه، صوابع لجوه اهي بالشكل ده كده. طيب الرق التاني بقى علشان يمسك اللي تحتيه هيبقى عامل ازاي، هيبقى مدور. ويعني ايه مدور؟ هوريكوا حالا دلوقتي. ونزنقه كده علشان ما يبقاش فيه فراغ يخلي الطاجن يفك مننا. بصوا كده وهنا كده اهو كده. طيب ده الرق الاولاني، بصوا شكله عامل ازاي، الصوابع اهي بالطول واللي في النص كده. طيب هاجي بقى دلوقتي احط الرق التاني، بصوا مدور اهي علشان ده يمسك ده، داير ما يدور كده دايره جوه بعضها وبتصغر اهي. وارجع الرق اللي بعده يتحط بالطول، وهكذا لحد ما بتخلص كميه ورق العنب. نعمل بقى كده اهو، نكمل كده، الرقات بتمسك بعضها كده اهي. تعالوا نطلع فاصل وارجع من الفاصل نكون حطيناه في الفرن علشان يتشمع، ونرجع نقلبه ان شاء الله ونشوف شكله لما يتقلب هيبقى عامل ازاي. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم.
ورجعنا من الفاصل. قدامنا حمدي وقت ان احنا ننزل بس المقادير اللي طلبت مننا. طب ايه رايك ننزلها؟ انا عملت طاجن ورق العنب وحطيته في الفرن. ننزل المقادير ننزل المقادير اللي طلبت مننا النهارده عشان حبايبنا اللي كانوا محتاجينها، وعلى ما الورق العنب يتشمع معانا. طيب عندي الكبده الاسكندراني، نص كيلو كبده عصافيري، ربع كيلو فلفل احمر واخضر يكون حامي، اربع معالق كبار ثوم مفروم وزيت بس، ملح، كمون بس، ما بنحطش فلفل اسود علشان ما تسودهاش. اعمل ايه؟ طب ما ينفعش ان انا انزل لهم مقاديرهم بس. هنغسل الكبده ازاي؟ ما بنجيبش عليها ولا نقطه ميه، بحطها في مصفى وهعمل معاها ايه؟ ربع كوبايه عصير ليمون، بحط معاها معلقه كبيره من الثوم المفروم وكمون وكزبره وسنه ملح، بقلبهم كويس قوي مع بعض واحط الكبده في مصفى واروح سايباهم مفضياهم عليها واقلبهم واسيبها تنزل بقى الدم بتاعها بالزفاره بكله. عصير الليمون دوت هو غسيل الكبده، ما تجيبش عليها ميه خالص. طاسه على النار حلوه واحط فيها شويه زيت وبدي الكبده الاول صدمه واروح مفضيها. طب اديني ثانيه واحده، واروح شايلاها وبعد كده طاسه نظيفه فيها حبه زيت واروح حاطه فيها توم وبعد كده الفلفل واروح منزله الكبده اللي انا اديتها الصدمه، ملح وكمون اكتر من كده ما بحطش. عندي ايه للفلفل بص انت موترني ازاي؟ عندي ايه للليفت؟ الليفت المخلي اللي حبيبتنا اللي طلبته، 3 كيلو ليفت صوابع متساويه وحبايتين بنجر صوابع برضو، كيس ملح، معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من الشطه، ميه مغليه وبردناها. اللفت بجيبه بغسله بقطعه احطه في مصفى او في طبق واروح رشه عليه الملح من بالليل واسيبه ينزل كل السوائل اللي فيه علشان ما يبقاش بعد كده طري. جيت بعد كده جبت البطرمان ومقطعه البنجر بتاعي، الميه المغليه غليتها وسبتها تبرد خالص، دوبت فيها الملح ودوبت فيها الشطه وادوق الحياء بتاعها تمام. اروح ماسكه البطرمان حاطه بنجر حاطه ليفت اسفه واروح حاطه صباعين بنجر، حاطه ليفت راق وصباعين بنجر راق وصباعين بنجر لحد البطرمان بتاعي ما يتملي ويبقى فاضل بمقام كده هو اللي فاضي معايا، وابدا ان انا احط الميه اللي انا مملحاها كويس جدا. الخل اللي فيها ما بيهريش الليفت، بيطلع معاكي زي الفل. الخل اللي فيها فايدته بيخلي صباع الليفت ما يتهريش ويبقى مقرمش، وفي نفس الوقت بيحافظ على لون البنجر وبيحافظ على لون اللفتايه، يبقى لونها بمبة كده ما تبقاش مكلحه، وعلى راي امي ربنا يديها الصحه تبقى اللفتايه مقيحه كده لونها مجرب. لا، البنجر واللي مع الخل بيخلي لونها بامبا وردي كده في منتهى الجمال، وتقفلي عليه. وطبعا بتلاقي بقى بتحسي ان انت يعني من شكله من بره البطرمان كده بتعرفي ان هو استوى او يومين ثلاثه كده، وابداي ان انت ذوقيه وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. تعالوا بقى ننزل هتنزل مقادير حلقتنا على ما طلع الطاجن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ايدك معانا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصوا هي دي اللحظة الحاسمة، وبإذن الله يا رب يعني هتجبر بخطي ومش هيقع. بسم الله، بسم الله، بسم الله، إيدك معايا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا سامع صوته بس يا رب يطلع إيه بنفس الرصة اللي أنا عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم، ايدك معانا يا رب. بسم الله، بسم الله، والنبي والنبي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللي ربنا معاه احسن من اي حد. ادي ورق العنب بالكوارع. صور بسرعة، صور بسرعة. دي بقى كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. متهيألي كده ختامها مسك، ده كانش فيه أحلى من الأكلة ديت علشان نختم بيها الأسبوع. صحتين وعافية على قلبك يا رب. أتمنى النهاردة أكون قلت كل التفاصيل اللي في الكوارع، من شراها لسلقها لتسويتها لعمال الفتة لعمال طاجن الحمص لخروج النخاع أو البهاريز من الماسورة لكمان طاجن ورق العنب بالكوارع المخليه. صحتين وعافيه على قلبكم. بكره ان شاء الله الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا رب، مليانه خير وبركه باذن الله. ميعادنا يوم السبت ان شاء الله مع حلقه جديده بتجدد لقائنا من البلد مع البلد يوكل على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. اشوفكم على خير دايما واسيبكم بخير واقول لكم السلام عليكم.